هي قصة جديدة للصغار والكبار، اسمها هاجر والذئب، وهي تختلف حتى الآن على الأقل عن تلك الشهيرة المعنونة ليلى والذئب. هنا تبدأ قصة هاجر بموتها وجرح 5 من إخوتها وأبناء عمومتها في حين ينجو الذئب بفعلته. كانوا 12 طفلا يستقلون حافلة صغيرة ويتجهون من مدينة الرستن السورية إلى مدرستهم في منطقة الوعر القريبة حين انهال عليهم الرصاص. الساعة 7 7 الصبح 7 صباحا وهن رايحين على المدرسة. شو اسم مدرستكم؟ روافد. روافد؟ يحدث هذا بينما لا يزال السوريون والعرب ومعهم ملايين الناس في العالم أجمع تحت وقع الصدمة من صور الطفل حمزة الخطيب الذي اعتقل وعذب حتى الموت. لقد شبه حمزة بالطفل الفلسطيني محمد الدرة الذي قتله الجنود الإسرائيليون في حضن أبيه قبل 10 أعوام. وقيل أيضا إن تفاعلات موت الولد السوري المعذب ستجعل منه نظير الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في جسده فأشعل بلاده وبلاد الآخرين. غير أن ذلك كله لم يدفع السلطة الحاكمة بعد إلى فتح تحقيق فيما وقع له. وحيث جاءت قصة هاجر تيسير الخطيب لتؤكد الإمعان في قتل الناس بمن فيهم الأطفال، فإنها سلطت الضوء على انتقال المعركة التي يشنها نظام الحكم ضد من يصفهم بالإرهابيين إلى مناطق وسط البلاد وتحديدا إلى مدينتي الرستن وتلبيس. في منتصف المسافة بين محافظتي حمص وحماة تقع الرستن ولا تبعد عنها تلبيسة إلا بضع كيلومترات. المدينتان جاء دورهما في المواجهة الدامية مع دبابات الجيش وأجهزة أمن النظام الحاكم بعدما سبقتهما إلى واقعات مماثلة درعا وحمص وبانياس ودوما. مشهد الجند المدججين بالسلاح في هذه المنطقة سيذكر قارئي التاريخ بأن الرستن المطلة على نهر العاصي هي إحدى أهم المدن التي حاربت الرومان، كما سيذكرهم بأن سهولة البيسة كانت في العصور القديمة تتحول ساحة وغى كلما تعرضت حمص لخطر قادم من الشمال. حدث ذلك في مواجهة الرومان والتتار وسواهم. لكن المفارقة المؤلمة هنا أن العسكر الذين يجتاحون ضفاف العاصي هم بعض من بني هذه البلاد، لا هم رومان ولا تتار. لديهم أو لدى قيادتهم والمتحدثين باسمهم جواب معلب على السؤال المتكرر عن سبب ما يفعلون. نطارد الإرهابيين المندسين من أجل أن نحمي الأهالي، يقولون، بينما يرد المتظاهرون ضد نظام الحكم بصور تحكي قصة أخرى. هذه مثلا لقطات وصلت متأخرة وتظهر فيها ساحة الحرية وسط مدينة حمص لدى اجتياحها قبل نحو شهر، كما يتبين برغم العتمة كيف عاث رجال الأمن والشبيحة تخريبا وقتلا في المكان والمعتصمين به. لا، ليسوا شبيحة، ثم من يقول الآن إنهم فرق موت تنشر الرعب بين الناس كي تخيرهم بين حرية دامية وعبودية آمنة لا تضر.